السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعدل في التاج دوت. لما بعمل عليه سيلكت بلاقي ان انا مش قادر اعمل سيلكت على الجزء ده بس. طيب هعمل سيلكت على الليفل ده كله واجي هنا بروبرتيز واقول له ايديت تايب، والاقي ان هو بياخد سامبل جاهز اللي هو دوت. تمام، ده في بعض الاعدادات الجاهزة اللي ممكن ما اكونش انا موافق عليها او عايز اعدل فيها. يعني مثلا انا عايز اكتب كده قبل كلمة 10 ديت هكتب ال ال في او اي حاجة انا عايزها، تبقى اي اختصار عايز اكتب اختصار قبليها، الاختصار بكتب قبل مش بعد. طيب يبقى انا لازم ادخل اعدل في التاج. طب انا مش عارف اعمل عليه سيلكت. طيب ما انا عندي هنا الفاميلي، ادخل هنا في الفاميلي وادور على التاج اللي انا عايزه، هتلاقي هنا في الانوتيشن هتلاقي ده الكل اوت هيد، احنا عايزين الالوكيشن. طيب خلينا نعمل عليه سيلكت، هتلاقي هنا ليفل هيد اسمه ليفل هيد. طيب يبقى انا هاجي هنا اشوف الليفل هيد، ده ليفل هيد سيركل وده نو بابلز اللي هما موجودين فين، اللي هما موجودين دول. طيب ممكن ادخل في واحدة فيهم واعدل فيها. تمام، والافضل يكون في واحدة بس اللي موجودة. طيب هدخل هنا مثلا في السيركل ديت واقول له انا عايز اديت اعدل. طيب كده انت دخلت هنا، ده عبارة عن ليبل، فانت تقدر تيجي هنا تقول له اديت وتضيف اي بارامتر هنا، وممكن تضيف كلمة لو هي كلمة ثابتة. يعني مثلا عندك كلمة ثابتة مش هتتغير خلاص، بتكتبها مرة واحدة وخلاص. طب قدر الكلمة دي تتغير فأنت محتاج تعمل لها بارامتر، فأنا هاجي هنا وأضيف بارامتر. البارامتر اللي بتضاف شيرد بارامتر. تمام، في شيرد بارامتر هو اسمه اف اف ال. طيب لو أنا ما عنديش هقول له إيديت وأقول له نيو وأروح أضيف البارامتر، وأكيد مش لينث، هيبقى تكست. تمام، طيب نفس البارامتر دوت بعد ما بضيفه، بعد ما بضيفه لازم أضيفه في المشروع نفسه. تمام، هقول له ضيف دوت واقول له خلي ده اللي فوق، يبقى في اف اف ال قبل النيم. برضه نفس الفكره، برضه لو انت عايز تضيف لي الاليفيشن هتقول له اديت وتضيف برامتر خاص بيك، وليكن مثلا هنسميه اس مثلا، اس، ويبقى نوعه مثلا تكست او انتجر لو انت عايز يكون رقم، لو انت واثق ان انت بشكل في اي حرف. تمام، سوري، الاس اهوت. اوكي اوكي الاس ده هضيفه هنا قبل دوت، بقول له اوكي بقى موجود هنا. طيب اقول له حمله في المشروع، احمله مثلا في المشروع اللي انا كنت فاتحه اللي هو بروجكت 1 دوت. طيب بقى موجود اهوت بس مش ظاهر معايا ليه، لان انا لسه ما عرفتش المشروع دي. هاجي في المانج واقول له البروجكت بارامتر واقول له اد واقول له انا عايز اضيف شورت برامتر، انا عايز اضيف الاف ال وعايز اضيف الاس، اقول له اف اف ال واقول له ده يبقى موجود في كل الليفلات الليفل. طيب لما تيجي تعلم على الليفل هتلاقي الاف اف ال ممكن مثلا تخليه ار 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 مثلا. تمام، هتلاقي اضاف لك ار ار ار، ممكن مثلا ال في مثلا، اي اختصار عايز تضيفه هيتضاف هنا بدون اي مشاكل خالص. طب تعال نضيف البرامتر الاخر، مانج وبروجكت برامتر، واقول له اد واقول له ضيف لي الاس. هنضيفه فين بقى؟ سمي لها كده، هنضيفه في الليفل، وهاجي هنا الاقي عندي الاس، اروح قايل له ضيف لي الاس ديت، اعتبرها مثلا اللي في مثلا، او اعتبرها مثلا جي ار مثلا، اي اختصار انت عايز تضيفه يبدا يضيفه لك. تمام، وهنا برضه تقدر تضيف اللي انت عايزه بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا ازاي نغير في الفاميلي ديت ونعدل فيها.